خلينا نروح لواحد من نجوم منتخب الأرجنتين، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس طبعا سيرجيو فاسكيز نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، نتكلم معاه على النهائي المنتظر. بشكرك على وقتك وبشكرك على انضمامك لينا في السادسة، وأهلا بيك. Bueno, bárbaro. اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني كل العالم النهارده منتظر المواجهه الناريه اللي هتجمع بين منتخب الارجنتين ومنتخب البرازيل. خليني بس قبل ما ادخل في المواجهه اخد تقييم سريع منك على مستوى المنتخب الارجنتيني في نسخه كوبا امريكا تحت قياده سكالوني. No, lo que yo creo de la selección es que está pasando un buen momento. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني دلوقتي في أفضل لحظاته. كل اللاعبين في مستوى كويس بقيادة ميسي، والطريق اللي هم واخدينه طريق محترم جدا للوصول للنهائي. نسخة ميسي اللي ظهرت في كوبا أمريكا السنة دي، هل بتعتقد انها مختلفة عن ميسي في النسخ السابقة، بمعنى انه نجم بحجم ليونيل ميسي لم يحقق لمنتخب بلاده الكوبا امريكا حتى اللحظة، هل تعتقد انه السنة دي ممكن يكون في جديد؟ أعتقد أنه في هذه الفترة هو من أفضل فتراته، وهو متمتع باللعب مع المنتخب، وعلى المستوى الجسدي أعتقد أنه هو ممتاز جدا، وأعتقد المستوى الفني برضه ممتاز جدا مع المنتخب الأرجنتيني. من وجهة نظرك مواجهة الليلة، مين عنده القدرة الأهم على تحقيق اللقب، البرازيل ام الارجنتين، ومن واقع ادائهم ايضا في مشوارهم في البطوله؟ Yo creo que Argentina tiene un اعتقد ان الارجنتين ليها افضليه اكثر، ونسبه تفوقها افضل من البرازيل في هذه اللحظه. السيناريو اللي بتتوقعه او نتيجه المباراه اللي بتتوقعها النهارده؟ Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de ganar 2-1. أعتقد أن الأرجنتين لها الأفضلية أنها تكسب 2-1. وأعتقد أنه هيكون ماتش مميز للأرجنتين. أستغل وجودك معايا وأسأل أسئلة ليها علاقة بأبرز نجوم الأرجنتين، بداية بليونيل ميسي الذي لم يوقع حتى اللحظة مع البارسا، هل تتوقع التجديد أم يكون ليونيل ميسي وجهة أخرى؟ اعتقد ان هو هيستمر مع برشلونه، ما اعتقدش ان هو ما بشوفوش ان هو يلعب في اي فريق تاني، ولا باريس سان جيرمان او اي فريق تاني. اعتقد ان هو اتصنع في برشلونه، واعتقد ان اهل كاتالونيا منتظرين منه ان هو يجدد العقد. في تقارير صحفيه يمكن اتنشرت النهارده بتقول انه ميسي بيخسر حوالي تقريبا 100,000 يورو في اليوم الواحد نتيجة عدم توقيع عقده الجديد مع برشلونة، هل تعتقد ان دي ممكن تكون نقطة مؤثرة على مستقبله؟ لا ما اعتقد. ما اعتقدش انه يكون اي تاثير على ميسي في هذه اللحظه. اعتقد انه هيستمر مع برشلونه وهيكون في منافسه. طيب يبقى لابد ان انا اسالك على الدويتو بقى، سيرجيو اجويرو بعد مشوار اكتر من ناجح في انجلترا مع المان سيتي بيمضي مع او بيوقع مع برشلونه، ازاي بتتوقع مستقبل او تجربه أجويرو مع البارسا؟ A ver,
todos tienen buenas oportunidades. Ataque no con fuerza tocó esa que da más Barcelona. De una estirpe muy buena en lo que es la selección. Hay jugadores que tienen la posibilidad لاوتارو مارتينيز النجم الارجنتيني واحد من النجوم اللي لفتوا الانظار بشده الموسم ده مع الانتر وقدر انه يحقق بطوله الكالتشيو او الدوري الايطالي مع انترناسيونالي. هل تتوقع او من وجهه نظرك هل من الافضل انه لاوتارو مارتينيز يستمر مع الانتر ولا بترى انه موهبه تستحق الانضمام لنادي اكبر في اوروبا؟ Va a ser decisión pura y exclusiva de él. أعتقد أنه قرار لي هو فقط، هو اللي يقدر يحدد مستقبله ويقدر يحدد الفريق اللي هو يحب ينضم إليه. لكن أعتقد أعتقد أنه يفضل أنه يقعد في الإنتر في إنتر ميلان. لكن رأيك أنت في تقييمك لمستوى للمردود اللي قدمه لاوتارو مارتينيز، كثير من الآراء شافت انه يجدر به انه ينتقل لدوري اقوى او لنادي اقوى، عنده القدره حتى على تحقيق القاب اوروبيه. انديه زي بايرن ميونخ، زي برشلونه، زي ريال مدريد وغيرها من الانديه الكبيره، او بي اس جي حتى. هو اعتقد ان هو مستوى يرشحه لاي فريق بمستوى عالي، اي فريق يقدر يتعاقد معاه، لكن انا اعتقد انه مش هيتحرك من ايطاليا. سؤالي الاخير ليه علاقه بتشكيله سكالوني، هل اخفاق سكالوني وكتيبه الارجنتين في تحقيق لقب كوبا امريكا بكره الصبح ياثر بشكل كبير جدا على تشكيل الفريق وخططه للمشاركه في كاس العالم؟ أعتقد أن المنتخب سكالوني هيغير طريقة لعبه، لأنه بيلعب قدام فريق قوي، وبعد كده هيرجع لو حقق النتيجة هيرجع لنفس المستوى بتاعه، نفس طريقة اللعب. سيرجيو فاسكيز نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة. كل التوفيق لمنتخب الأرجنتين. محدش من اللي بيحب الكورة على مستوى العالم يقدر يقول إنه القوتين عندهم او الفرقتين عندهم القدره على حسم المنافسه، وكلنا الحقيقه بنحب السامبا والتانجو، كلنا الحقيقه استمتعنا على مدار اجيال مختلفه بكثير من المواهب الفذه الحقيقه اللي قدموها لكره القدم العالميه. النهارده اللي بيتابع يعني انا وانا معاكم لو قدرت طبعا هيبقى بس للمتعه. بالمناسبه انت اكتر برازيل ولا ارجنتين يا كابتن عبد الله؟ برازيل.